جد مسرورين يعني بوجودنا بينكم، وإن شاء الله تكون إقامة طيبة ويكون إن شاء الله رفع العلم عاليا إن شاء الله في هذه الدورة. إحنا رانا محضرين لأن العاب العربية في المدينة تاعنا مدينة وهران اللي نحبوها، اللي درنا فيها الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولهذا إن شاء الله نشرفوا الجزائر أحسن تمتين إن شاء الله. عندي 200-400 ونورما عندي 800 نجليب تانيك، وإن شاء الله نجيبوا لي ميداي بوكو دو ميداي.